كنتش عاوز نادي ولا ايه؟ معقولة ياما، البيت بيتك طبعا. ما قلت ليش. ايه رأيك في السرايا؟ زينة، حلوة والله حلوة. قول لك ايه؟ قول ياما. عاوزين نتكلم كلمتين حبيبي. تفضلي. الله يرحمك يا غالي. الله يرحمه ويحسن إليه ويبشبش الطوبة لتحت راسه. أمين يا رب. مروان، أنا فهماك حبيبي، ولدي ونمك، وعرفك حتى من طلة عينك. يعني أنت مش جاي عشان خاطر حسن؟ واللي أنت بتعمله ده مش عشان حسن. مش قلت لك أنا فهماك؟ تفضل يا أم. يزيد فضلك حبيبي، تعال. انت عارف ان انا اللي وجعت حسن في الورطة دي وجاياك عشان تطلع منها. هو مش قد الناس اللي حواليه. قدهم وزيادة يا امه، بس انا خايف عليه يطلط ويوقع في البركة اللي انا وقعت فيها. عشان كده انا جيت لك. يبقى في حاجة لازم تعمليها. اقعد معاك. صح، الله عليك يا امه، بتفهميها وهي طايرة. يا واد، انا اخي وزن بلد وماله، بتولدي حبيبي وانا جاي عشان كده. انا عايز اقعد معك. تشرف يا امه والله. ايوه، امك اللي قالت لي اعمل كده. بس انت كده بتعترفي على نفسك. انا لو كنت سكت كانت ريم موتتني. ولو اتكلمت برضه هتاخدي اعدام. ها قلتي ايه؟ اعدام؟ لا لا، اعدام لا، انا عايزه اعيش. أنا كنت مغصوبة على الكلام ده وربنا شاهد على كده. خلاص، هتقولي إن كنت مغصوبة تقولي الكلام ده، وفي شهود مش كده؟ أيوه أيوه، في شهود. والبنت مفيدة؟ لا، مفيدة مستحيل تقول كده. دي مش بعيد كمان تقول إنها شافتني وأنا بقتله. لا، مش هتقول كده. تقول أكتر من كده كمان، عشان هي عارفة إن أنا سبب في خطف ولدها. هو أنت كنت السبب؟ أيوه، أمك. أمي قوية قوية يا شهد، كانت عايزة تموتني. أيوه، أمك خنقتني، كانت عايزة تطلع روحي وقالت لصوفة روح تويها في أي مطرح. بس ستر ربنا نجاني، عشان كده خدت لي بيت، كانت بتصرف عليا كمان. أمك مش سهلة يا شهد، ولا هي طيبة، ولا الملاك اللي أنتوا شايفينها ده. أنا قلت برضو إن لبنى مش هتهون عليكي، وأكيد هتيجي عشان تقعدي معانا. لا، أنا جاي عشان أتكلم معاك أنت. يا سلام، جوي جوي. اتفضلي. اتفضلي. خير؟ شوف يا حسن، أنا ما رضيتش أتناقش معاك خالص في موضوع لبنى وأنت في بيتي، فأنا جاي كده بهدوء وبالراحة أخدها. لا إما والله لا تربق البيت ده على دماغك. طب وماله؟ ده انا حتى ابقى سعيد جوي، على الاقل ابقى عرفت ان في حد في البلد دي يقدر يوقف قصادي. ليه كده بس يا حسن؟ ايوه، انا احب الدخله الناعمه دي، بتكيفني، بتخليني كده احن وقلبي يهدى. بس بيني وبينك، انا احب كون الحريم جوي. جرايه يا ابن عبد الحكيم. طب كنت خليك على الخط الاولاني شوي، على الأقل كنت صدقتك. بقول لك يا ريم، أنا زي ما قلت لك قبل كده، أنا أحب يكون ليا بيت لحالي، أعيش فيه مع حريمي، ملك كده وسطيهم. عارف لو محرم كان عايش، كان قتلك بجد. الله يرحمه ويحسن إليه، كان أبو مرتي، وأنا دلوقتي راجل العيلة. يعني أعمل اللي أنا شايفه الصالح. وأنت فاكر إن أنا ضعيفة؟ فاكر ان انا هسكت لك يعني يا حسن؟ ايوه، وهتقولي لي اعمل اللي انت شايفه صح يا حسن، وانت مبسوطه وسعيده كمان. انت يا بغلي اللي بره.
عايزك تتبع عجلين وتوزع فتة ولحمة. عايز كل بيت في البلد دي ياكل زفر. خلي الناس تدعي لنا. ما انت عارف دعوة الغلابة باب السماء مفتوح لها، واحنا بنتمسح في رحمة ربنا. عن إذنك عشان ورايا شغل. شاهد بنتك جزرتني، كانت عايزة منك إيه؟ جات وفطمتني على كل حاجة وقالت لي اللي على اللي لازم نعمله عشان نطلع من هنا. أنا كنت أعرف إن شاهد مش هتسيبني، هتقف جنبي وتساعدني عشان تخرجني من المحنة اللي أنا فيها دي. بس يعني تخرجنا احنا الاتنين. بس خلي بالك ريم مش هتسكت. وانا كمان خايفة من ريم دي، مع انك يعني نادلة وقللت الاصل وبعتيني بتلات تعريفة. بس اعمل ايه؟ اهو مصيري مرتبط بمصيرك. يعني لو انت تعلقتي في حبل المشنقة ده، أنا هتعلق في حبل المشنع اللي جنبي. هي شهد قالت لي إن مفيدة لازم أن تقول إن ريم عذبتني علشان أنا أقول كده. عشنا وشوفنا. مفيدة دلوقتي بقى لها لازمة. اللي ما نعرف لها أصل من فصل. يلا. ما هو لازم أن يكون في شاهد لكل ده. يعني خلاص. روحنا في إيدين مفيدة. تصدقي دي؟ يعني هي مفيدة ممكن تقول لا؟ محدش قدام القرش يقول لا، خصيصا مفيدة دي. يخرب بيت الفلوس واللي بتعمله في الناس. المهم شهادتك قالت لي ان هي هترتب زيارة تجيب مفيدة نتقابل معاها، وانا ممكن اجس ميتها كده افهم فيها. اللي انا مستغربة له مش قادرة افهم ازاي شهادتي تيجي تقابلك انتي الاول وما تقابلنيش انا. على الاقل انا هفطمها. انا مستغربه ليه البت دي. ماشي يا شهد ماشي. انتي السبب، وكريمه دي مش لازم تخرج، دي لازم تموت في السجن زي ما قلت لك يا ريم. ما تقلقيش صدقيني هنلاقي حل. زي كده بالظبط ما دخلنا حسن مستشفى المجانين ولبسناه على المروان، هنعرف برضه نقتل حسن وكريمه واحنا بعيد خالص.